مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. احنا على بعد دقائق من اذان المغرب، وكما كتلاحظوا معنا الاجواء الرائعة والجميلة من امام مسجد مالي بمدينة المحمدية. اكيد الكل في هذه الاثناء كيتوجه مباشرة للمنازل باش اكيد يكون في الوجبة ديال الافطار مع الاسرة ديالو الصغيرة والكبيرة. نتمنوا من جميع السائقين انهم ياخذوا الحيطة والحذر، انهم دائما يخليو مسافة الامان بين سيارة وسيارة، وكذلك بالاخص اصحاب الدراجات النارية اللي كيكونوا مهددين بالخطر اكثر من سيارة اللي كيكون محمي داخل السيارة او الشاحنة. وكذلك الراجلين ردوا البال، يحاولوا يتفادوا المشي يعني في وسط الطريق او في الجنبات ديال الطريق، يحاولوا يمشيوا في الارصفة يكون احسن. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، اجواء جميلة ورائعة كنعيشوها في هذه الاثناء في امام مسجد مالي بمدينة المحمدية. أجواء جد رائعة قبل الأذان ديال المغرب. أكيد الكل الآن وفي هذه اللحظات كيتوجه للمنازل باش أكيد يعيش الوجبة ديال الإفطار مع الأسرة ديالو. شاهدوا معنا مشاهدينا متابعينا أجواء جميلة، يا سلام على الأجواء مشاهدينا متابعينا. مشاهد من الغروب وكذلك الأجواء الباردة في الأثناء من بعد يوم مشمس، كانت درجة الحرارة مرتفعة صباح اليوم. الآن الجو معتدل، أجواء جميلة، وكيف ما قلنا نتمناو من جميع المواطنين أنهم يوسعوا الخاطر ديالهم. كنعرفوا بعض الناس اللي كيكونوا متعصبين يعني وعلى سبة، يحاول الإنسان يوسع الخاطر ديالو بقدر الإمكان تفادي الاحتكاكات اللي تقدر يعني توصلوا لشي أمور اللي يقدر يندم لها. حنا كنعرفوا الإنسان ملي كيكون دم سخون يعني وطالع ليه الدم كيقدر يغلط، والغلط كيؤدي به شي امور اللي كما قلنا صعيبه وصعيبه بزاف اللي من بعد يقدر يندم عليها. هادشي اللي نتمنوا ان الانسان ملي يكون في لحظه غضب يحاول ما يحتكش مع الناس، الى يحاول الانسان بقدر الامكان الله يجعله يسمح في حقه، انسان يسمح في حقه يكون احسن، ما يطيح راسه في المتاهات وفي المشاكل اللي تقدر تكون كبيره وكبيره بزاف. هادشي علاش رساله واضحه لجميع المواطنين وكذلك الزوجات. الانسان الزوج ملي يجي من العمل يعني ويجي من بعد يوم ديال التمارة وديال العمل، يحاول من اللي يجي للدار الزوجة تخلق لي واحد الجو من الراحة ومن الهدوء في المنزل، ماشي مع الدخلة المشاكل اش كاين اش درتي اش درتي اش فعلتي شنو جبتي شنو ما جبتيش. خلي الراجل زعما يحاول يرتاح شوية، ومن بعد ديك الساعة تكلم معاه على الأمور ولا الحيتيات ديال الحياة. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، الحركة مازالت مستمرة في هذه الأثناء مدينة المحمدية قبل الأذان ديال المغرب. احنا على بعد دقائق قليله من اذان المغرب، اجواء جميله رائعه، الكل كما قلنا كيتوجه للمنزل، وكاين بعض الباعه اللي مازال في هذه الاثناء كيبيعوا الخبز ومازال كيبيعوا الفواكه، واكيد الله يدير لي فيها الخير. نتمنوا الاثمنه ديال الخضروات والفواكه انها تنخفض في الايام المقبله، حيت كيف ما قلنا اثمنه مرتفعه والمواطن يعني كيتضرر اكثر فاكثر مع مرور الايام. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، يعني من بعد يوم شاق ديال المواطنين من العمل، اكيد الكل كيتوجه باش يرتاح وجلس مع الاسره ديالو الصغيره ويتناول الوجبه ديال الافطار. اكيد مع هاد الحراره ومع الاجواء ديال الصيام اكيد كيكون شويه النهار صعيب وصعيب بزاف، ولكن الحمد لله يعني الانسان ولف يوم من بعد يوم، المواطنين ولفوا على الاجواء الرمضانيه والاجواء المشمسه والحمد لله. كاين بعض الناس اللي يعني في الجنوب اللي كتكون الحراره مفرطه اكثر من الحراره اللي كاينه بمدينه المحمديه ومدينة الدار البيضاء والنواحي، ولكن كما كان الحال كتلقاهم صابرين يعني الحمد لله. كذلك وحنا مثال، وما نساوش بالذكرى كاين الناس اللي بنايا، الناس اللي كيخدموا يعني تحت من الشمس، الشمس فوق منهم، ومع ذلك يعني ربي عاطيهم الصبر. وهذا الشيء اللي نتمناو يكون عند جميع المواطنين انهم يحاولوا بقدر الامكان كما قلنا يتفاداوا الاحتكاكات. الاحتكاكات ما خداماش في الظرفيه هذه، كما قلنا راه تقدر تقلق في دقيقه تضرب واحد ولا تضرب جوج ولا تضرب ثلاثه، ولكن من بعد غيتنادم معك الحال وتقول اش درت واش ما كانش خاصني ندير هذا الشيء. وكذلك كاين اللي كيضارب غير مع الزوجه ديالو ومع الابناء ديالو. حاول الانسان كما قلنا مشاهدينا متابعينا بقدر الامكان يتفادى الاحتكاكات باش اكيد يدوز الاجواء الرمضانيه في احسن الاحوال ويكمل اليوم ديالو بصيام مقبول باذن الله. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، اجواء رائعه قبل اذان المغرب مدينه المحمديه. الكل في هذه الاثناء كيتوجه للمنزل باش اكيد يكون في الموعد ديال الافطار مع الاسره ديالو. وكاين بعض الناس اللي مازال كيبيعوا يعني الفواكه وايضا الخبز في قرب جامع مالي. كما قلنا صيام مقبول.
جميع المغاربه قاطبه من طنجه الكويره، وكذلك الناس مقيمين ديال المهجر واللي كذلك كيحاولوا انهم يديروا المأدوبه ديال الافطار وتشاركوا الفرحه مع الاسره ديالهم ويعيشوا ذوك الاجواء الرمضانيه، واخا ما غتكونش 100% مغاربيه، ولكن بقدر الامكان كيحاولوا انهم ياتوا الطابله يعني بجميع الشهيوات وتشاركوا المائده ديال الافطار. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، قبل اذان المغرب الاجواء جميله ورائعه في جميع الشوارع ديال المدينه، الكل في انتظار الاذان ديال المغرب، صيام مقبول لجميع المغاربه. وكما قلنا قبل الختم مشاهدينا متابعينا، يحاولوا جميع المواطنين انهم يتفادوا الاحتكاكات، كما قلنا يعني جرائم متتاليه في 3 ايام متابعه، الله يدير لي فيها الخير. كما قلنا اي واحد يعني كيتعصب ولا كيحاول ان يوصل للاحتكاك يحاول يبرد الخاطر ديالو اللي بعد من الاحسن، حيت من بعد كيولي الندم وكيولي الانسان في امور صعيبه وصعيبه بزاف. نكتفيو بهذا القدر مشاهدينا متابعينا، وصيام مقبول لجميع المواطنين المغاربه، ونلتقي فيما بعد، والسلام عليكم.